بدأ سريان الهدنة الإنسانية في قطاع غزة الساعة 7 صباح اليوم الجمعة بعد ليلة استمر فيها القصف الإسرائيلي المكثف على أرجاء قطاع غزة، واستبقتها قوات الاحتلال باقتحام المشفى الإندونيسي. وفي أول خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مواطنين حاولوا العودة إلى شمال قطاع غزة. ونقلت سيارة الإسعاف المصابين من المنطقة الفاصلة بين جنوب وشمال القطاع إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح. مع دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، أصبح أمام الغزيين فرصة ليتحسن واقعهم الإنساني المتدهور ولو بشكل طفيف، خاصة مع السماح بإدخال المزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات، حيث دخلت 4 سيارات غاز تحمل 84 طنا من الغاز المنزلي، بالإضافة إلى 3 سيارات وقود تحمل 150 ألف لترا و 230 شاحنة من المساعدات التي تحمل الأغذية والمياه والأدوية. وحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن ما يدخل من وقود لا يقترب من الحد الأدنى من حاجة قطاع غزة في الوقت الراهن. إن شاء الله بصير إيش أحسن كمان من كده. بدنا إيش؟ بدنا خلص توقف الحرب بالمرة. بنت ابني ماتت وهو طول الليل واحنا في المدرسه طول جوعانه جوعانه جوعانه، خبزه ملاتش، خبزه صغيره اطعمها اياها ملاتش، ماتت وهي جوعانه. النازحون من مدينه غزه وشمال القطاع للمناطق الجنوبيه كانت الهدنه املا بالنسبه لهم لاجل العوده لمساكنهم التي هجروا منها عنوه خلال الاسابيع الماضيه. حاولوا ذلك لكنها محاولات لم تنجح بعد ان منعهم جنود الاحتلال المتمركزين على شارع صلاح الدين عبر اطلاق النار عليهم بشكل مباشر، ما ادى لاستشهاد فلسطينيين واصابه العشرات. احنا بدنا نرجع لبيوتنا، بيوتنا مدمره ما كلا هوا. انا عن نفسي مرت اخويا وبنت اخويا سبتهم شهداء في قلب الدار، ما قدرتش اروح ادفنهم، بدي اروح اشوفهم انا لهالوقت ما اندفنوا. احنا بدنا حل نهائي مش حل وقتي. هذه الهدنة التي بنيت على أساس إفراج الفصائل الفلسطينية عن 50 محتجزا لديها على مراحل، حيث تمت المرحلة الأولى بالإفراج عن 24 محتجزا من بينهم عمال تايلانديون، مقابل الإفراج عن عدد من الأسيرات والأطفال من سجون الاحتلال يصل عددهم إلى 150 أسيرا. صعد الإمام تلفزيون دولة الكويت من شارع صلاح الدين الواصل ما بين شمال وجنوب قطاع غزة فلسطين.